اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ الهندي، ولكن الكلام مش هيكون هندي، الطعم هيكون هندي بخفه دم مصريه. هتعمل لنا ايه شيف النهارده؟ معانا تشكيله من الخضار من خير ارضنا، اذا كان بصل او كوسه او بطاطس او فلفله ملونه، وهنعملها طاجن خضار مع اللحمه، ويخش بالعجينه كده متغلف وزي الفل، يطلع نقدمه على السفره بتاعتنا. معانا كمان الحلو النهارده هندي، البفاره كساري من المطبخ الهندي، يعني الزلابيه بالسميد. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، لطيفه وجميله. بدل ما بنحط على السميد زبادي في البسبوسه المصريه من المطبخ المصري، بنحط عصير مانجا، ونشوف ازاي نعملها مع الزعفران، وبتاخد طعم الحبهان، بتبقى لطيفه وجميله. ممكن تاخد جوز الهند حسب الرغبه. معانا النهارده الطعميه الهندي اللي هي الباكوره. الطعميه احنا بنعملها في مصر زي ما حضراتكم عارفين واحنا خبراء فيها، بتتعمل من الفول المدشوش او من الحمص المتكسر من المطبخ الشامي. اخواننا في الهند بيعملوا الباكوره والطعميه بيعملوها من البطاطس المبشوره، ولكن ما يستغنوش طبعا عن الفول المدشوش الناعم او الحمص المدشوش الناعم، ده لازم يخش في الباكوره من المطبخ الهندي اللي هي الطعميه. هتتعمل بالبطاطس المبشوره مع الحمص المطحون، وتاخد طبعا بصل وتاخد كزبره ناشفه، وتتحمر في قلب الزيت، بتقدم معاها صلصه لطيفه جميله من التمر الهندي المعصور اللي موجود معانا ده كده، اسمه تمر هندي، احنا كلنا بنشربه في رمضان الشهر الكريم. كل عام وحضراتكم بخير، اهو ده تمر هندي. هناخده ازاي ونعمله صلصه لطيفه نقدمه مع الباكوره من المطبخ الهندي. خلينا نطلع فاصل لان النهارده المطبخ زحمه وفي تفاصيل كتير وفي الغاز كتير، علشان نوضح لحضراتكم المطابخ كلها واحد في انحاء العالم، دي من نعمه ربنا على الانسان، ولكن اللي بيفصلها تشكيله من التوابل، طريقه الاعداد، طريقه التنفيذ، خفه الدم المصريه اللي بيعمل اكل كل المطابخ ولكن بخفه دم وبطعم مصري. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ولكن بنستاذن فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين والاخراج الجميل المبدع اللي معانا، نستعرض مع بعض ايه مشترياتنا النهارده عشان نقدر نخش المطبخ الهندي بقلب جامد، وزي ما قالت كوكب الشرق واثق الخطوات يمشي ملكا. معانا لحم كندوز او ضاني متقطع، نسبه الدهون تتعدى ال 20-30%. حلو، معانا كزبره خضراء دي لطيفه وجميله، تمر هندي ده من اي سوبر ماركت على الناصيه، معانا بصل وتوم من خير ارضنا العالم بيحسدنا عليه، حاجه لطيفه وجميله، بطاطس مبشوره، ومعانا الحمص الشامي مطحون وهو يابس. نطحنه ازاي؟ في قلب كبه، بلاش ممكن تطحنيه تبليه زي كانك هتعملي طعميه او فلافل سوري، وبعد كده تطحنيها بالهون مفيش اي مشكله. ومعانا حبيتين مانجا وعصير مانجا، ومن البسله والجزر والبطاطس وشويه كوسه، الخضار بتاعنا من خير ارضنا. حلو قوي. والسميت الناعم طبعا علشان عمل البفاره او الكساره من المطبخ الهندي. انا مش عايز حضراتكم تركزوا في الاسم لانه غريب شويه، ولكن حبيت اوضح الماتيريال بتاعي عشان اقول لحضراتكم ده كله موجود في مطبخنا، ولكن هي مسميات بس. تعالوا نبدا باول حاجه، طبعا طاجن اللحم بالخضار من المطبخ الهندي، هنعمله مع بعض ازاي وياخد الطعم الهندي ولكن بخفه دم مصري. اللحم ومعانا بصل ومعانا تشكيله من الخضار، ممكن بتنجان ممكن كوسه وتوم وجنزبيل طازه مفروم، ومعانا من الكاري معلقتين ومن الكمون معلقه والفلفل الاسود والفلفل الحار، وما ننساش طبعا معلقه من جوز الهند ومعلقه من الحلبه المطحونه الناعمه في قلب الطاجن. لازم الطعم يبقى هندي عشان احتراما للشعب الهندي اللي بنوجه له تحيه كبيره من ارض ام الدنيا مصر. الحله على النار تسخن جيدا، بنستخدم الماده الدهنيه حسب الرغبه، ممكن يكون زيت زيتون او زبده او سمنه، اخواننا في الهند مش تفرقش معاهم، انا هستخدم زيت زيتون. اسيب زيت الزيتون يسخن شويه، نكون جهزنا البهارات بتاعتنا، ونسال مع بعض هل الكاري، ودايما بسأل السؤال ده لما بتيجي سيرة الكاري، هل هو عشبة أو شجرة تتزرع في الهند ولا تركيبة موجودة عند العطار؟ اللي يعرف إجابة السؤال يتواصل معانا ويفيدنا. الكاري عشبة أو شجرة مزروعة في الهند على ناصية الشارع هناك في الهند، ولا عند العطار هنا وبييجوا الناس ياخدوه وكل الشعوب تاخده من عند العطارين بتوعنا اللي موجودين في مصر في وسط البلد؟ الكاري إيه هو عشان نعرف مع بعض؟ ونبدا نشتغل في الاكله بتاعتنا كده باللطافه والبساطه. نبدا اللحمه الاول نشوحها كده في النار،
لانها تاخد شويه وقت بالشكل ده كده. لحم ضاني او كندوز زي الفل، العود الروزماري ده يخش جواها. نعم يا استاذ شفيق. لا انا مش هجاوب على السؤال، اللي هيجاوب على السؤال الساده المشاهدين اللي هيتواصلوا معانا ويتصلوا دلوقتي يقولوا لي الكاري عشبه ولا تركيبه من البهارات او التوابل. حلو الكلام. وايه البطل اذا كانت هي تركيبه من التوابل؟ انا مش عايز بس اخش في الاجابه، ايه البطل او ايه الاساس بتاع الكاري؟ تركيبه لا انت عايز الاجابه ولا بتسالني؟ مش لا لسه ما اعرفش ما... الله العظيم انت عايز يعرف. نعم الله ينور. استاذ رحاب، استاذ رحاب بتقول دي شجره مزروعه على ناس الشارع في الهند، اسمها شجره ايه بقى عشان نعرف اسمها؟ يعني التوابل هي اللي بتنقلنا من مطبخ لمطبخ. عايزين نروح المطبخ السعيدي الجميل، بنستخدم الكمون، الكزبره، اللطافه، البصل، الثوم. عايزين نروح الصين، شفتوا من الهند من الصعيد للصين، بنستخدم صويا صوص وزيت السمسم بس، خلاص كانك في الصين، صويا صوص وزيت سمسم. رحنا الصين، رحنا كوانزو، وكلنا المطبخ الاكلات المشهوره في المطبخ الصيني، واستخدامهم طبعا لكل انواع الفواكه واليابانيين في الاكل بتاعهم. لهم كده يعني ثقافه في الاكل لطيفه وحلوه، واحده طبعا بنعملها دلوقتي وعندنا في مصر وفي كل المحافظات. بدانا ان احنا المطاعم الاسيويه تنتشر، والسوشي والاكلات من المطبخ الياباني والمطبخ الصيني، واستخدامنا للصويا صوص وزيت السمسم في الاكل. ودي ثقافه حلوه اللي بتنقلنا من مكان لمكان، وهي اللي بتتواصل وهي اللي بتنقل ثقافات العالم كله. المطبخ اللحمه تتشوح على النار كده بالشكل ده كده، اكون قطعت الخضار وشوحته واحنا شغالين مع بعض بلانشة كده. كنت بقدم من شوية التمر الهندي اللي معايا ده كده، هعمله صلصة مع البكورة، واحنا شغالين هندردش شوية ونتكلم عن ثقافة المطبخ الهندي. الماتيريال بتاعه والمكونات بتاعته قريبة جدا وتقريبا يعني زي المصريين بالظبط، كل الحاجات موجودة معانا، بصل أخضر وفلفل حار وتوم وجنزبيل، ولكن الطريقة نفسها بتختلف اللي احنا بنعد بيها الأكلة. ده بصل هيتقطع شرايح ينزل على اللحمة وهي بتتحمص، ونستخدم البهارات بتاعتنا ليها بالشكل ده كده. عايزة تخش المطبخ الصيني خش بقلب جامد، جيب شوية صويا صوص وزيت السمسم وسمسم وصلصة المحار أو معجون الطماطم بتاعنا اللطيف الجميل ده كده، بنحط عليه معلقة سكر، ويبقى كده دخلنا المطبخ الصيني وعملنا أحلى أكلات من المطبخ الصيني. بنمسك اللحم نتبله بالنشا والصويا صوص وزيت السمسم وشوية توم وشوية جنزبيل، ونحطه في التلاجة يتحمر اللحم يبقى مجدد يعني مقرمش كده. في الآخر بننزل عليه بالخضار اللي احنا حابينه. عينيا نطلع فاصل. هنقلب تشكيلة الخضار البصل مع اللحم كده ونسيبها تاخد وقت شوية بالشكل ده كده، بس خلونا أنزل بالكاري عليها عشان اللحم ياخد طعم الكاري. عينيا. سؤال حلو جالنا على السوشيال ميديا دلوقتي، إيه الفرق بين الكاري والكركم؟ هجاوب على السؤال ده بعد الفاصل، لأن الإجابة يعني يطول حديثها للأمانة يعني، وفيها شوية خبرة طهوية، الفرق بين الكاري والكركم. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الروايح مطبخ هندي، طالما الكاري دخل في المطبخ والفلفل الحار اعرفوا على طول. كنت زمان طبعا وانا في السعوديه، الهنود يعني في الدول العربيه بالذات معروفين يعني بالاكل بتاعهم هندي، بس وانت طالع كده العماره تعرف ان في هنود هنا من ريحه التوابل على طول، اذا كان البرياني او المندي ده طبعا لازم ياخد التوابل الهنديه. طيب كده الخضار بيستوي على النار، هنسيبه يستوي على النار.
لان احنا لما نعمل طاجن الخضار بالكاري لازم الخضار يستوي الاول، وبعدين بنحطه في طاجن ومعانا عجينه. العجينه دي طبعا بتتعمل من الدقيق والبيض، وما بتاخدش خميره، بتاخد بيكنج باودر. وفي الاخر بنغلف الطاجن ده بالعجينه الحلوه اللطيفه دي كده، ونحط عليها شويه حبه البركه مع معلقه زبده وندخلها الفرن، بتبقى لطيفه وحلوه. حلو الكلام عشان نعرف التفاصيل بتاعتنا الحلقه شغاله ازاي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف مع بعض الشيف بيعمل ايه في الفاصل. طبعا وقتنا من ذهب، لان احنا عايزين ننتج ونشتغل، ما نقضاش كلامه بس. اللحمه استوت والخضار استوى تقريبا ثلاث ارباع سوا، تشكيله من الخضار لطيفه يتصدرها الفلفل الحار مع كوسه وبطاطس وجزر والطعم كده اهو زي الفل. واسيب الطاجن ده يبرد شويه. ليه يا شيف؟ عشان لو انا حطيت، والله العظيم انا بديكم من قلبي وبتكلم مع حضراتكم، كل مش ببخل باي حاجه، في حاجات وفي تركية صغيره يمكن ملهاش اي لازمه في ان انا اقولها، ولكن بتلعب دور مهم جدا في نجاح الاكله. لو انت جبت عجينه دلوقتي وفردتيها على الطاجن ده وهو سخن، العجينه هتسقط منك وتفك منك لانها تتعرض لدرجه حراره عاليه جدا. فبتعملي طاجن زي ده كده وعايزه تدخليه الفرن، سواء طاجن مكرونه سلسيان او طاجن لحمه بالخضار او طاجن فراخ بالخضار، ايا كان لازم تسيبيه لما يبرد خالص، وبعدين تفرد عليه العجينه اللي انت حباها وتغلفيها بحبه البركه وتدخلها الفرن. ما ينفعش احط عجينه خالص دلوقتي غير لما تبرد، عشان كده هخليها على جنب. هعمل ايه دلوقتي؟ هفرد العجينه احطها على وش الطاجن بتاعي بسرعه. شيل واسع الدنيا دي كده، واجيب النشابه دي كده، عشان هي الفكره كلها ان انا ازاي اشوف العجينه على وش الطاجن. اللهم صل على النبي. العجينه لازم تكون رقيقه عشان ما تاخدش وقت كبير في السوى، ما تبقاش معجنه، وتفرديها على شكل الطاجن او نفس مقاس الطاجن. حلو قوي. ونقطع الاطراف دي كده، اللهم صل على النبي، تتحط هنا كده. السؤال اللي اتسالناه من شويه، ليه ما حطيتش العجينه على الطاجن مباشره؟ عشان لو انا حطيت العجينه على الطاجن مباشره دلوقتي وهو سخن، العجينه دي هتقطع مني. شويه زيت زيتون كده عشان نحط حبه البركه، عشان ده يخش الفرن العجينه تتحمر بس. ممكن تحط سمسم زي ما انت عايزه، ممكن تحط كمون حصى زي ما انت عايزه، ممكن تحط كزبره ناشفه زي ما انت عايزه. هندخل ده الفرن. ده المطبخ، انك تنوعي وتغيري وتحطي التركية بتاعتك وافكارك انت. نسيب الطاجن يستوي بسرعه كده عشان نشوف. زي الفل. تمام، تعالوا نطلع الطاجن اللحمه بتاعنا من الفرن. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. العجينه عايزها تتحمر واتحمرت الحمد لله، اللهم صل على النبي. يلا حبه البركه طبعا على وش العجينه. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ يلا شويه خضره كده عينيه. وانا بختم مخرجنا الجميل واساتذه المصورين حبايبي، نجيب ازاي الشيف المغازي بيعمل البفاره كده وبيغرفها في قلب الطبق عشان البنوتات الحلوه اللي بتشوفنا تكون بتتابعنا. شيل ده هنا كده. مطبخنا النهارده هندي والطعم هندي، ولكن الكلام وخفه الدم مصريه. بفاره كساري اللي هي حلاوه جوز الهند مع السميد الناعم بالسمنه البلدي، طاجن لحمه بالكاري واخد فليفر وطعم مصري. عملنا طبعا الطعميه الهندي اللطيفه الجميله اللي واخده البطاطس المبشوره وواخده الفليفر الهندي بالكاري. الكاري عشبه ولا توابل؟ الكاري توابل بتتجاب من عند العطار، الاساسي فيها الكركم هو رقم واحد. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى من حول العالم. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.
خالص. We'll be right back.